بسم الله. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ طلعت حرب. راجع 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 راجع. السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. بما انك عارف ان هي حلقة ولا اي حلقة، يعني عايزك كده لا تنسى ام اللايك الشرخ الفيحة السايحة النايح، ها، وتنزل تشترك في ام القناة وتحمل ام الجرس على الكل. يلا نبدأ الفيديو على خيرة الله. وزيع يا ابن خالتي، هاتلي سحادتك وهنزل عملك انا في جهتك، بتولي اما انت بك تريدتك ما تخلق شي. مين عامل يا عزيزي في ملحوظة، يعني سيبك بقى من 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 الوحش اللي قدامك، انا عايز اعرف دي عضلات بطن ولا مثلا البالونة مدلدلة لتحت شوية فبارزة حاجة، انا معرفش. بس نديها ايه ريسبكت ونديها 300% وعاش عليك يا سلمى زيع. صباح السعادة، لو انت بصرم انا كيادة. الله عليك وعلى اخلاقك. بقى طبيعي عندنا اليومين دول في البلد ان انت يعني تبقى صاحي من النوم، تفتح اي تطبيق وتمسع الناس عادي وتطلع لهم ببلالينك عادي، ها، ولو انت بالباس عادي ماشي والدنيا تمام التمام بقى، يعني نديها مثلا ايه 85% واحلى ريسبكت عليك، ونكمل باقي ام الفيديو وزيع. الراجل قال لك ان على ابوها شغلانه رمى دي تمرين الزق فيا وانا اديك بجنيه طعميه. واخد بالك انت يا عزيزي؟ ها تطلع هي بقى من التمرينه دي معاها مثلا طفلين حلوين والدنيا زي الفل، وهو ده اسمه التدفئه الاسريه، نديهم 300% واحلى ريسبكت على ميتين ابوك وزيع. في العشة يا منى، يا منى في العشة، يا بنت الحقي، ده في ميتين ام ارنب ماسك فرخ عمال ينط عليها ورا، مش كده؟ شوفي لك فرخة زغطيها يعني، بس ايه برضو العشة فيها احلى اماكن حياتنا واحلى ايام حياتنا كانت بتتم فيها، ومنشئة محتوى 100% نديها 7% واحلى ريسبكت عليكي زيع. اللي واخد حد صورة وحشة يمسحها وانا بحط له فيديو. انت بتقولي اللي واخد صورة عني وحشة؟ انا بعت له الفيديو. طب الصورة اللي في دماغنا كلنا انتوا عارفينها، الفيديو بقى بتاعك احنا لو شفناه وبعتهولنا هنعرضه على الصفحة الزرقاء عادي يعني، بس برضه نديها ايه 80% واحلى ريسبكت عليك، ونشوفك مع سارة جي والعيال كلهم هناك يعني. نكمل زيع. بسم الله. سيبك 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 من الهم اللي انت شايفه والبيض اللي عمال يقربعه، انا كل اللي خطف نظري سارينا الصعيدي تيك توك 50,000 متابع 200,000 لايك، هو ده اللي شاغلني. يعني انا مثلا عندي 250,000 مشترك على القناه، هعلق نمر على طيزي من ورا زي العربيه عادي، وايه الجمال والحلاوه دي؟ ده برضه بيقول لك ايه ان هو بيشرب البيض ده فبيدي له مناعه وقوه وطاقه، فاللي يقدر يعمل كده يعمل واللي مش هيقدر كده ما يعملش، واحلى مسا عليك وندي له ايه سالب 95% واحلى ريسبكت عليك وزيع. انت قمتي كده وجريتي سبتيه يعني؟ ما هو مسك البالونه، ما هو مسك البالونه يعني. طبعا يا عزيزي ده فيلم تمثيلي لعمليه نقل قلب، وبكده يا اولاد مجدي يعقوب يروح يلعب تيز في الجيم عادي مش مشكله، نديهم يعني في حدود 60% واحلى ريسبكت عليكم. نكمل زيع. وهيفتشك لوحده، ده كده عايز اسم الأزبكية كله يروح يفتش.
هيفتش ايه ولا ايه ده البلالين ايه؟ بسم الله ما شاء الله، اللي هي محشيه رز باستك اللي بنقعد نعملها كده دي واحنا صغيرين، فيه ايه؟ ايه الجمال ده يعني؟ ده منشئه محتوى بتعرف تعبر صح يعني يا ولادي، فهنديها لك للبلالين، نديها 100% 100% مش مشكله، احلى ريسبكت عليكم، ونكمل بقى الفيديو زيع. تسعمائة ألف من 100 وأحلى ريسبكت عليك، مفيش كلمة تانية تتقال يعني، اللي هيقول غير كده عايز أجي أنا في بقه يعني. بس أنا مش عارف أقول لكم إيه يا ولادي. ومن هنا يعني نوصل لنهاية أم الحلقة، عايزك لا تنسى أم اللايك الشاري خلفية حساية حنايح، ولو مش مشترك في أم القناة يعني انزل اشترك في أم القناة واعمل أم الجرس على الكل. أشكركم شعبي العظيم، أشكركم سلام.